السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي ومتابعيني الكرام، بتمنى لحضراتكم الخير دايما بإذن الله. وقدم لكم في هذا الفيديو سعر الدولار والعملات ليوم الثلاثاء 14/5/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا منكم وتكرم اخواتي اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا سعر الدولار والعملات في البنوك: الدينار الأردني سجل النهارده في البنك 66 جنيه 67 قرش، الدينار البحريني 125 جنيه 30 قرش، الريال القطري 12 جنيه 97 قرش، الريال العماني 122 جنيه 72 قرش، الجنيه الاسترليني سجل 59 جنيه 21 قرش، الدينار الكويتي سجل النهارده في البنوك 153 جنيه 67 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك 12 جنيه 86 قرش، سعر اليورو اليوم في البنوك 50 جنيه 93 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 12 جنيه 59 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك 47 جنيه 24 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: سجل الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 67 جنيه 29 قرش، الدينار البحريني 126 جنيه 46 قرش، الريال القطري 13 جنيه 8 قروش، الريال العماني 124 جنيه 16 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 59 جنيه 72 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 155 جنيه 16 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 98 قرش، سعر اليورو 51 جنيه 36 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 71 قرش، سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء: الشراء سجل 48 جنيه 68 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 74 قرش.